السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي جميعا، أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو خفيف ظريف أصدقائي. بالنسبة للأصدقاء اللي كيشريو مقانا وكيموتو له، بالنسبة للقرع أصدقائي خاصة فرق صغيرة اللي كيكون من القرض ديالها باقي كحال الصفار بحال هكذا كما كتشوفوا الفريق هذا، يعني فغالبا ما كيكونوش كياكلوا ما كيعرفوش ياكلوا. فالطريقة أصدقائي يعني شري واحد 10 ولا 20 درهم ديال الأرجنتية كما تشوفوا اصدقائي، تبقاو تزقوا بها اصدقائي. يعني كيفاش تزقوا بها؟ يعني تصبر مثلا بحال هذه، رانا نعدل لكم واحد الفيديو كيفاش تعدلوا هذه. هذه ديال العود ديال الودنين اصدقائي، العود ديال الودنين غادي نضربوها حتى الفويصيله ديالو اصدقائي. طريقه سهله كما تشوفوا الطائر، وهذه الطريقه هذه يمكن تصوبوا بها شي طائر مثلا خاصه المقلين اصدقائي، لان ملي مرض غير كتدور الحاله ديالو ما كيبقاش ياكل غير كيموت كيتسير. فباش تنقدوها اصدقائي بقاو تاكلوها مثلا الافنتيه. علاش الافنتيه؟ لان اصدقائي كما كتعرفوا غنيه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه بروتينات. فالطريقه سهله اصدقائي، غادي نصبروا الطائر ديالنا اللي هو هذا، وغادي نحاولوا كما كتشوفوا هانتوما اصدقائي. فالابره اصدقائي معرفتش واش كتبان لكم، ها هي فيني فالفويصيله الطائر، وغادي ناكلوها اصدقاء. ف الى جينا نشوفوا اصدقائي هنايا الفويصيله ديال الطائر، كما كتشوفوا اصدقائي هاي فيني عامره. وهذه الافنتيه اصدقائي كما كتعرفوا راه كتصوفي الطير حسن من الزوان، حسن نكون في هذه اللحظه هذه اللي ما كيكونش كياكل فيها الطير. تحياتي، لايك وبارطاج الفيديو اصدقائي.